السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة مشاريع زراعية. اليوم إن شاء الله حنتكلم لكم عن الأحواض بتاعت الأسماك، نموذج لأحواض أسمنتية. طبعا الحوض الواحد المساحة بتاعته كده 6 أمتار 6 × 5. طبعا الحوض فيه قافل من الأجناب هنا، يعني عشان ما يكون في شكل حاد، هنا يكون مقفول بالطريقة دي كده عشان الماء يكون في شكل دائرة، يكون مشابه للهناء الطبيعي في البحر، للحركة الطبيعية بتاعت الماء. دي طبعا الأحواض زي ما شايفين، مجموعة من الأحواض فيها أحجام مختلفة من الأسماك. طبعا النظام بتاع الأكسجين فيه بنفس الطريقة دي كده بالماء نفسه، يعني في ميتورات بتسحب ماء وبتجيب ماء وبيطلع بعد كده الماء بالمصرف هذا الماء الفايض. ده كده الطريقة بتاعت الأحواض. يعني لما يكون البرد شديد أو الحرارة منخفضة بتعمل تغطية للأحواض دي. طبعا الأحواض كلها نفس المساحة، الحوض اللي هو قلنا 6 متر في عرض 5 أمتار. طبعا الأعداد في الأحواض أعداد مختلفة. طبعا التربية هنا تربية عادية، ما تربية مكثفة. في كل حوض تقريبا في حوالي 1000 سمكة أو 1500 سمكة، يعني في الحدود دي كده. طبعا المساحة كبيرة، يعني المفترض يكون في كل متر مكعب حوالي 20 كيلو من الأسماك، لكن هنا طبعا التربية ما مكثفة، اللي هو تربية عادية. طبعا الارتفاع بتاع الأحواض 1.5 متر، يعني تقدر تقول 1.30 متر أو 1.25 متر ارتفاع الماء، وبعد كده الباقي فاضي زي ما شايفين فوق في الأحواض. ده كده التصميم من الخارج. طبعا الأحواض ده زمن يعني شغالة، ممكن حوالي 6 أو 7 سنوات شغالة، يعني ممكن في محلات تحتاج لترميم وكده. ده طبعا الماء مالح، الماء بتاع التربية مالح، كل الماء اللي هنا مالح. الملوحة بتاعته تقريبيا كده أو بصورة تقريبية حوالي 7000. طبعا التبديل بتاع الماء هنا ما يتم يومي، يعني ممكن في الأسبوع يتغير الماء مرة، وكل ما يتغير الماء بمرات كثيرة أو بطريقة متكررة يكون أفيد للسمك. يعني هنا الأحواض دي أحواض كبيرة حوالي 10 متر في 5، دي أكبر من الأحواض اللي هناك. الصف هنا كامل، ده العرض بتاعه كده 10، أو الطول بتاعه 10 في عرض، هنا 5 أمتار. يعني ما نفس الأحواض اللي هناك، هذيك أصغر، هذيك 6 × 5، وهذه 10 × 5. دي طبعا كل أحواض بتاع التسمين، حنا وديكم هناك للأحواض بتاع التربية بتاع الزريعة. هنا الأحواض كلها أحواض بتاع التسمين. طبعا البلطي التسمين بتاعه بيكون لمدة 9 أشهر،
ده طبعا من الذريعة الصغيرة لحد ما يكون من وزن 450 ل 500 جرام، أي اللي هو من 400 ل 600 جرام، يعني ماكسيمم 600 جرام في حوالي 9 شهور 10 شهور. بعد كده بيعتمد على حسب الكمية الأكسجين، نظافة الماء. هذا علف خلاص؟ أتي شوية لو يجي. طبعا بيعتمد على حاجات كثير، على نظافة الماء، على كمية الأكسجين زي ما ذكرتها. طبعا الحين الشتاء يعني السمك إقباله على العلف ما بيكون قوي شديد. نشوف مع بعض هنا إقباله على العلف. طبعا شكل العلف ده، هنا حبيبات صغيرة حوالي نص ملي، وده هنا طبعا الحبيبات الكبيرة ده حوالي 2 ملي، ده اللي هو نص ملي. طبعا كل واحد بروتينه مختلف من الثاني. الصغير هذا للأسماك الصغيرة بيكون بروتينه بيكون أعلى من الأسماك الصغيرة. هذا يقدر يطلع سمك كبير كبير؟ لا هذا مرتفع. طبعا في الشتاء لازم يعني بيكون في نفوخ في الأسماك أو كميات بسيطة، يعني سمكة سمكتين في الحوض هو حاجة طبيعية، يعني النفوخ نفسها هذا حاجة طبيعية. أما إذا كانت معدلات النفوخ عالية فهي اللي بتحتاج لمراجعة. مراجعة معناته عندك مشكلة في الأمونيا. الأمونيا هي أغلب المشاكل بتاعت الأسماك، اللي هي في ارتفاع نسبة الأمونيا هي اللي بتسبب الاختناقات والموت للسمك. طبعا الأمونيا بتراكم من الأعلاف اللي انت بتعطيها للسمك، الأعلاف الغير مستهلكة، من فضلات الأسماك. دي الحاجات اللي بترفع الأمونيا. وطبعا الأمونيا في طرق كثيرة انك تتخلص منها، وطبعا رقم واحد في الطرق انك تبدل الماء وتجيب ماء جديد. ده هو النظام الأساسي يعني بالتكاليف البسيطة. أما في ناس بيعملوا الطريقة بتاع الفلاتر، وفي ناس بيعملوا النظام بتاع البايوفليك. يعني في أنظمة كثيرة تقدر تعتمد عليها في التخلص من الأمونيا. دي هنا الأحواض طبعا بتاعت التفريخ، برضو مساحتها 5×6 نفس المساحات، برضو عليها أغطية. دي طبعا كلها بتتغلف بالبلاستيك، نفس التغليف بتاع المحميات عشان تكون الأحواض شوية دافية في الشتاء، يعني لما يجي وقت المربعانية بتكون الأحواض مقفلة، بيكون المحل بتاعه بيكون شوية دافي. طبعا التدفئة المفترض انت تعتمد بصورة أساسية على تبديل الماء، يعني تبديل الماء هو اللي بيدفي الأحواض أكثر من الاعتماد على البلاستيك كده، زي ما وريتكم أنا في فيديو سابق في الأحواض البلاستيكية. عفوا في الأحواض البلاستيكية جربنا إننا نغطي الأحواض، يعني ما نجحت العملية بصورة كبيرة، لكن اللي بينجح هو الاستبدال الماء. يعني الماء طبعا اللي بيجي من البير بيكون ماء دافي، بيدخل على المويه بتاع الحوض وبيدفي الماء. طبعا المصارف القديمه كانت هذه، دي كانت المصارف القديمه وتم الاستغناء عنها بالمصارف اللي هي دي طبعا المصارف الحديثه من هنا.
بيطلع الماء هنا بيدخل وبيمشي يتجمع هناك في الأنبوب. طبعا الأنبوب طولي بيمشي للأحواض الأرضية هناك. طبعا حصور لكم الحين دي كانت المجاري القديمة بتحتاج لصيانة وكده فاستبدلوها بنفس المجاري هذه. دي طبعا الفيرات الماء اللي هي بترجع الماء وبتدخل الأكسجين للأحواض عدد 2 موتور. دي طبعا بس المحل بتاع استبدال الماء. ده طبعا تدوير الماء من هنا بيكون بالطريقة دي. ده طبعا البايبات الشايلة الماء من هناك. ده طبعا هو الفلتر بيتم هنا. الفلتر بيتم هنا ده هنا الماء الجاي من الأحواض واحدة واحدة عشان ما نتوه. الماء الجاي من الأحواض بتاع السمك من الفايض هذا هو بيدخل هنا. ده زي نظام فلتر اللي هو في نفس هذه. دي عبارة عن فلاتر بالطريقة دي كده بتمسك يعني الرواسب الكبيرة وكده. ده الماء الجاي بيطلع من هنا. الماء من هنا بيطلع يجي المحل هذا. بعد كده الموتور بيسحبه ويوديه هنا. يعني دي كلها عبارة عن تدوير الماء. وطبعا الحوض هنا برضه فيه سمك لكن ما كمية كبيرة. وهذا الماء الجاي بعد الفلتر. بعد قرب الحوض نفس الشيء لكن فاضي الحين. طبعا الوضع عامة يحتاج شوية ترتيب وتنظيم وترميم لبعض الأماكن. طبعا زي ما قلت لكم الأحواض عمرها كبير. ده برضو هنا حوض حيكون فيه زي نظام فلتر. لو بتشوفوا كل الفتحات هناك وبالجنب هنا حيكون زي نظام فلتر حيستخدم بدلا من الحوض الأرضي الكبير. حيكون هذا هو الفلتر. الفلاتر حتكون هنا كلها في الصب هنا تحت. ودي الموتورات بتاعتها حتشتغل قريبا ان شاء الله. ده هنا المحل بتاع التجميع بتاع الماء وحيكون منه سحاب حيركب عليه الموتور. بعد يتفلتر الماء هنا ويطلع حيدخل هنا ومن هنا حيتسحب يرجع الأحواض للأكسجين. طبعا الحين الفترة بتاعت الشتاء زي ما ذكرنا في فيديوهات سابقة ما بيكون في تفريخ بيكون في تربية. وحتى التسليم بيكون بطيء ما بيكون يعني بالسرعة اللي هي في نفس السرعة بتاعت الصيف. ده هنا التغذية للأسماك بيكون حوالي 5% من وزنهم. يعني أي كمية بتاعت سمك بتضرب في 5% من الوزن بتاعهم بيكون كمية العلف في اليوم. يعني مثلا عندك 100 كيلو سمك بغض النظر عن العدد بتاع السمك كم
بتعطيهم 5 كيلو في اليوم. يعني دي هي المعادلة بتاعتها. طبعا كل ما كبر حجم السمك بتقل النسبة. في البداية بيكون 5%، بعد كده ممكن يقل معاك حتى يصل 2% من الوزن للأحجام الكبيرة. يعني مثلا حجم حجم 700 جرام 800 جرام بتقلل المعدل بتاع العلف، بتخليه حوالي 2% من إجمالي الوزن بتاع الأسماك. أعفو لينا على الإطالة، وده كده كان ملخص عن الأحواض الأسمنتية. طبعا أنا صورت على المزرعة هذه نفسها، كانت طبعا في المجاري القديمة، المصارف القديمة بتاعت الماي وكده. الحين حبيت أصور بالمصارف نفسي هذه بعد غيروها، وبرضو ما اتكلمت كان عن التفاصيل بتاعت مساحة الأحواض، في ناس بيسألوا منه. اليوم ذكرنا كل التفاصيل عن المساحات بتاعت الأحواض، عن كميات الأسماك. ده كده الفيديو بتاعنا كامل. إن شاء الله لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير للناس الحابين مجال الأسماك وحابين يستثمروا فيه، فهو استثمار ما شاء الله ممتاز. وده كده كل الفيديو بتاعنا، واتمنى ما نكون قصرنا في أي معلومة. لو في أي شيء خلوا لنا في التعليقات تحت، وشكرا جزيلا.